في اليوم الاحتفالات بالذكرى 50 انبعاث ديوان وطني الأسرة والعمران البشري من خلال هالنشاط الثقافي الرياضي التنشيطي بفسقية الأغالبة بالشراكة مع جمعية الفسقية للرياضة للجميع، وهو باش يقوم فيه دعوة للنساء القيروان والجمعيات النسائية للقيام بالنشاط الرياضي، ثم تدخل أنشطة تثقيفية، ثم كذلك هذا الستون اللي خاص بالأكلات التقليدية القيروانية الصحية اللي خاصة بالمرأة الحامل والمرأة المرضعة. كذلك باش نعرفوا بخدمات الديوان من خلال النشريات اللي باش نقدمهم، وفما معرض زاد باش يكون للكتب اللي موجود والوثائق نتاع ديوان تلتر 50 سنة، وفما بعض أسئلة وأجوبة وجوائز ستقدم للفائزين بالأجوبة الصحيحة، وهي لما تنس كل ما بين الرياضي الثقافي وتقليدي وصحي. هذا حبيناها ليوم الأحد كتنشيط للفسقية، كانت فيها حتى الناس اللي حاضرين جاوا باش يعملوا لا مارش، ناس عاديين دخلوا معنا في التظاهر هذا مع حضور جمعيات أخرين، المندوبية الجهوية للتربية للشباب والرياضة، مندوبية المرأة، وكذلك شريكنا الأصلي لإدارة الجهوية للصحة. اليوم هذايا هو يوم احتفالي احتفالي توعوي، هو الاحتفال بخمسينية الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، واستغلينا هالاحتفال هذايا باش نعملوا حملة توعوية للمرأة الحامل والمرأة المرضع، ممارسة الرياضة والأكلة الصحية اللي يلزم المرأة فترة الحمل ولا في فترة الرضاعة، شنو تاكل وشنو اللي ما تاكلش. دونك وعملنا احنا شوية رياضة، عمل سي خالد عياد زميلي شوية تمارين رياضية، وعينا المرأة الحامل شنو التمارين اللي يلزمها تعملهم والتمارين اللي ما يلزمهاش تعملهم. دونك وتوا عنا جينيكولوج معناها طبيبة نساء باش تحكي على التقصي المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم، دونك توعية للنساء للبنات حتى المقبلين على الزواج وشنو الحاجات التقصي المبكر. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.